خلينا نروح مع حضراتكم لخبر تاني، وأكد رئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن الدعم اللي بيتلقاه الصومال من مصر هو دعم من القلب ويرتبط بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وأيضا يساعد على تحقيق المصالح المشتركة في المنطقة وباقي أنحاء العالم. وأشاد الرئيس الصومالي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية اليوم بعمق العلاقات التاريخية بين مصر والصومال على مدى القرون الماضية، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في مصر. وقال إنه خلال الصعوبات والمشكلات اللي واجهها الصومال على مدار العقود الثلاثة اللي فاتوا، كانت مصر معانا كي تكفل عودتنا إلى تبوء موقعنا الصحيح، ولا يوجد وقت أفضل من اليوم لاستعادة هذه المكانة، معربا عن امتنانه للدعم الكبير المقدم للصومال فيما يخص الأمن والخدمات الاجتماعية. هنتكلم أكتر بالتفصيل عن هذا الموضوع مع السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سعادة السفير. ويعني علاقات من التعاون والتبادل التجاري شايفينها ما بين مصر وما بين الصومال علاقات تاريخية وممتدة، ويمكن العلاقات المصرية الصومالية تمتد لعهد الملكة حتشبسوت، ونهاردة بنشوف تبادل تجاري وصولا لمسألة وجود بنك مصر في الصومال. لا شك أن العلاقات بين مصر والصومال علاقات بتمتد بجذورها فعلا في أعماق التاريخ، وكانت ذات طبيعة تجارية بالدرجة الأولى وعلاقات سياسية نشأت، ودور مصري أيضا في فترة تحرير الصومال والحصول على استقلاله في 1960-1961، ثم تطورت العلاقات ما بين البلدين لتشمل مجالات اجتماعية وسياسية بالدرجة الأولى، وخاصة في المجال الثقافي والتعليمي والنشاط الاقتصادي. فيما بعد طبعا مرت الصومال في التسعينات بمرحلة فيها حرب أهلية عشائرية بين العشائر الصومالية، واستمرت هذه الأوضاع لفترة طويلة حتى وقت قريب، وبدأ نوع من يعني محاولة لإنقاذ الصومال من الأوضاع السياسية المتأزمة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة والحروب الأهلية المتواصلة، وتم لحد كبير يعني مواجهة هذه التحديات من خلال يعني تعاون عربي وتعاون ودور مصري ايضا بارز بهذا الصدد، ثم دور من جانب الامم المتحده والاتحاد الافريقي وبعض القوى الاخرى. لا شك ان المرحله الحاليه التي تاتي في هذه الزياره تمثل نقطه انطلاق جديده، مرحله جديده في العلاقات ما بين البلدين بتشمل كافه المجالات. الصومال له موقع فريد استراتيجي هام على مدخل البحر الأحمر، بينتمي مؤخرا إلى مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر مع 7 دول أخرى، هي مصر والسودان والصومال ومصر والسودان ومصر والسودان والصومال وجيبوتي والأردن وأريتريا والسعودية واليمن. هذا المجلس مهمته الأساسية هي الأمن والتنمية، ومن ثم فإن الزيارة كما نعلم وكما وضح من خلالها هناك اهتمام بالملف الأمني والأوضاع الأمنية في الصومال، باعتبار أن الصومال جزء من الأمن القومي العربي، وأيضا تدخل في نطاق الأمن القومي المصري مثلما تدخل مصر في نطاق الأمن القومي الصومالي سواء كان العربي أو الأفريقي. صحيح سعادة السفير، ويمكن حضرتك بتتحدث عن الأمن المائي. طبعا هو الأمن اللي هنا الأمن القومي بيشمل مكافحة الإرهاب والأمن المائي أيضا. فالصومال بيواجه تحدي حركة الشباب الصومالية المدعومة من القاعدة وداعش، وللأسف الشديد من بعض الدول الإقليمية التي لها قاعدة أيضا في الصومال للأسف الشديد. وهذا أمر أعتقد كان محل بحث واهتمام في المباحثات الحالية، خاصة وأن الرئيس الجديد كان رئيسا للصومال في الفترة من 2012-2017، وثم جاء في هذه الفترة الحالية وله توجه يميل أساسا نحو التوجه عربي، حتى يكون هناك نوع من التوازن
للعلاقات الصومال ما بين الجانب العربي والجانب الأفريقي. بمناسبة الأمن المائي، طبعا هناك في المباحثات تم التطرق إلى موضوع الأمن المائي والتصرفات الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع. للأسف الشديد ربما كثيرين لا يعلموا أن الصومال واجه نفس الموقف في علاقته مع أثيوبيا. هناك أنهار صومالية تم وضع سدود عليها للأسف الشديد بشكل أحادي وفرض أمر واقع، وحدثت أضرار جسيمة للصومال من جراء هذا الوضع. وبالتالي فإن هذا الموقف يماثل ما نواجهه الآن في سد النهضة، وباعتبار أن ما حدث في الصومال وأمنه وموضوع يتعلق بالأمن المائي، وأن ما يحدث وما قد يحدث من جانب أثيوبيا حاليا هو تكرار لنفس الموقف الذي حدث مع الصومال، وكما حدث أيضا مع جيبوتي ومع أريتريا للأسف الشديد. وربما مثل هذه المعلومات ليست معروفة في الوقت الحاضر بهذا الشكل. فإذا موضوع ملف الأمن بصفة عامة كان على أولويات هذه المباحثات، وتم التأكيد على دعم مصر للصومال في هذا المجال، وأن يكون هناك نوع من الدعم الأمني والعسكري. صحيح سعادة سفير. أيضاً يعني نتحدث عن دعم مصري في مسألة تنمية الكوادر البشرية الصومالية ومسألة البعثات المصرية إلى الصومال. هو طبعاً الجانب الاجتماعي أعتقد نال قدر كبير جداً من الاهتمام في المباحثات، وهو خاص بالصحة والتعليم. مصر كان لها دور تاريخي فيما يتعلق باللغة العربية فترة الرئيس جمال عبد الناصر. نحن الآن نشعر أن اللغة العربية في الجيل الحالي لا يحظى بنفس الاهتمام السابق، وبالتالي هناك تأكيد على دور حيوي وهام من جانب مصر في الجانب التعليمي، وخاصة فيما يتعلق أيضا بالبعثات الصومالية للأزهر الشريف وللجامعات المصرية، وإمكانية أن تكون هناك مدارس مصرية مرة أخرى كما كانت موجودة من قبل. أيضا جانب الاجتماع بيشمل موضوع الصحة، وأعتقد هذا المجال بيحضر اهتمام كبير جدا ودور محوري من جانب مصر فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا بإنشاء نظم صحية وتدريب وبناء قدرات في المجال الطبي وإنتاج اللقاحات من مصر وتوزيعها وتوفيرها بشكل عادل خاصة مع الدول الأفريقية ومن بينها طبعا الصومال. أعرض على المجال الآخر وهو المجال التجاري والاقتصادي. وتم التوافق على إنشاء فرع لبنك مصر، وأعتقد أن دي بداية جيدة لزيادة حجم التبادل التجاري اللي بيصل حاليا إلى حوالي 70 مليون دولار. واعتقد ان هذا الامر لو نفصل للساده المشاهدين سعاده السفير، هذه الخطوه كيف تؤثر اقتصاديا بالنسبه للصومال؟ هو طبعا بيبقى في نوع من التمويل ونوع من الاستثمارات في قطاعات اقتصاديه وثروات طبيعيه موجوده لدى الصومال. ربما لا يعرف الكثيرين ان الصومال لديها ثروه بحريه ضخمه جدا، لان السواحل الصوماليه هي اطول سواحل في القارة الأفريقية، تصل حوالي 3330 كيلومتر. أيضا لديهم ثروة حيوانية ضخمة وإن تأثرت بتغيرات المناخ وحالة القحط التي أو الجفاف التي يمر بها الصومال حاليا، ويعاني من أزمة إنسانية لما يقرب من حوالي 3 إلى 4 مليون، فشد الحاجة إلى المساعدات الغذائية. أيضا في هذا المجال نحن نعلم أن الصومال لديه ثروة معدنية ربما لم يتم استغلالها بعد، وهي في اليورانيوم والبترول والغاز. وهذا أمر يفتح مجال لاستثمارات سواء مصرية أو عربية على النحو الذي تدفع معه عملية التنمية المستدامة والتطوير والإصلاح والتحديث. صحيح. لا شك أن هذه الزيارة أعتقد تمثل نقطة انطلاق في علاقات مع الصومال تشمل كافة المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. سعادة سفير كمان عايز أسأل حضرتك، يعني يمكن زيارة للرئيس الصومالي لمصر في يعني أولى جولاته بعد توليه الرئاسة، كيف قرأت هذه الزيارة؟ هذه الزيارة كما أشرت أنه يجي هذه يعني الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كما أشرت كان رئيسا للصومال
فترة من 2012-2017، والعلاقات بين مصر والصومال في هذه الفترة شهدت تناميا وتعاظما لحد كبير. جاءت الفترة التي تلتها وشهد الصومال للأسف الشديد أوضاع سياسية متأزمة، وأوضاع اقتصادية متدهورة، وأوضاع اجتماعية تسودها نشاط كبير لمنظمة لحركة الشباب الصومالية بتعاون مع القاعدة وداعش، وأيضا كما أشرت إحدى الدول الإقليمية التي تشكل محورا مع إيران. للأسف الشديد هذه الفترة عانى الصومال منها معاناة شديدة، وحصل تدخل في شؤونه الداخلية إلى أن تم انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود بانتخابات نزيهة وشفافة، وجاء إلى سدة الحكم مرة أخرى بتوجهات. تأثير هذا على مسألة الأمن والاستقرار في الداخل الصومالي يا فندم؟ الأمن والاستقرار الصومال للأسف الشديد قبل ما جه حسن شيخ محمود في الفترة السابقة كان هناك يعني أوضاع سياسية متأزمة، لأن قوى المعارضة وبعض القبائل في بعض الولايات الصومالية كانوا يعني بيعارضوا بشدة الرئيس السابق، وكان يصدر بعض القرارات لمد فترة ولايته دون رجوع إلى البرلمان، ويحاول أن يعني يوجد نوع من المصالحة وفي صراع بينه وبين رئيس الوزراء الذي كان في سدة الحكم معه. وللأسف الشديد كما أشرت أن هذه الأوضاع يعني الصراع القبلي العشائري للأسف في الصومال كان يزداد حدة. نعلم أن هناك 4 عشائر رئيسية في الصومال، وأن الانتخابات تتم على أساس 4.5، يقصد بها 4 عشائر بأصوات عدد متساوي والنصف يمثل الأقليات. تم الانتخابات في هذه المرة بشكل نزيه وشفاف، وتم التوافق بين العشائر على انتخاب الرئيس الجديد لتنتهي الحقبة السابقة التي كانت تعاني منها الصومال من أوضاع سياسية متأزمة وأوضاع اقتصادية متدهورة. وبالتالي تهجئ هذه الزيارة لتكون بداية وانطلاقة جديدة فيما يتعلق بعلاقات الصومال مع العالم الخارجي، وخاصة مع مصر في المجالات التي تحدثت عنها سواء كانت الأمنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. صحيح. سعادة السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في التاسعة يا فندم.